الانتقادي وفي هذه الآونة ينطلق اللقاء. كرة لمصلحة فريق الصداقة عن طريق الكرة لوينستون. وينستون ومحاول هذه المرة وتغطية ممتازة والتوغل داخل منطقة الجزاء. خطيرة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة، قلت خطيرة خطيرة. وكل كأس ليبيا وكأس الاتحاد الليبي، خطيرة هذه الكرة. محمد بقايد ينفذ الخطأ، تسديد الكرة، خطيرة هذه الكرة عن طريق المرمى. محاولة خطيرة 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 خطيرة. وين هدف أول؟ هدف أول بعد ما أخطي، بعد ما أخطأ التايبي حقيقة. خطيرة كرة وفريق خليل سر تايبي. أوه تسديدة ممتازة، خطير قلت وينستون خطير. أوه سالم ديف الله ينقل كرة خطيرة 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 وركلة جزاء. وينستون وهدف، هدف هدف ثاني لفريق خليل سرت عن طريق الامريكي وينستون. كثير وكثير هذا اللقاء بكر جماعي وراقب الاستاذ عبد الحميد ميكائيل. كره خطيره 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 خطيره. وحارس المرمى العروسي 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 خطير هذا اللاعب، قلت خطير هذا اللاعب خطير هذا اللاعب. او خطيره دي كره العبادي العبادي العبادي. فرصه 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 العبادي. والكره ماهر واخذ مكان ويطلب التسديد، وكرة تسديدة من محاولة ونقل الكرة بشكل ممتاز. خطير هذه الكرة خطيرة يا محمد يا سويطي. المرة انطلاقة لحسين العبادي اللي مر الكرة لمحمد سويطي. محمد حاول التوغل داخل مناطق الجزاء، تسديد لكن بدون عنوان من بهاء الدين. هذه المرة فرصة 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 وهدف ثالث، فرصة وهدف ثالث، هدف ثالث عن طريق ماهر ابو نبيان زيقاضي. وهذه فرصه 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 وهدف، هدف لفريق الصداقه. السادة المشاهدين عبر قناه الوسط، بالتاكيد انا مسعود الرماش صاحبه الزملاء، نحييكم.